صباح الخير. الساعة 11 لسه صاحية، بس أنا مش عارفة يعني أنا بنت مين عشان أصحى على المنظر ده. لا مش المنظر، منظري هوريكم. بدك للحق ناس بتكرك يعني تلق ماشي الدنيا بالمقلوب، بدك فيه فرق كبير بين الماضي والماضي. بدك للحق ناس بتكرك يعني تلق. احلى ده ولا ايه؟ ايه المنظر ده؟ بصوا انا ما بحبش الفيكنس يا جماعة، وفي اليوتيوب احنا مش فيك، فهي دي هالتي الطبيعية وهو ده منظر الطبيعي most of the time. بجد منكوشة، بس كده طبعا مش النكش العادية ده، انا كده مش منكوشة، وعيني حواليها سواد رهيب وتعب. والله شكلي خايس. نفتح الستورة تقبل الشمس في حياتنا. شوية دي اللي احنا ننزل فيه ستاربكس كده في الرمشة. بس هوريكم شايفين الأمور اللي تحت ده؟ ده التارجت بتاعنا. أولا هنروح وهلبس لحد ما بقية الناس تصحى. خد كويك شاور، استخدم التاول ليفا سكراب الجديدة بتاعتي ونلبس بقى ننزل ستاربكس. تعالوا نبدأ السكين كير روتين عشان نلحق أي حاجة. الساعة دلوقتي 12:30 فمحتاجة أنجز. هحط الأول سوبر جوب سان سكرين، ده تحفة للديهايدريتد سكين اللي زيي يعني، بجد I used it so much. It's 40 SPF، تحفة. بيعملي حتى بيس حلو للميك اب. وعشان هحط التنت بتاع رير بيوتي، عجبني جدا لما حطيته امبارح، هحط السوبر برايمر من كلينيك. لو وشي جاف كده زيي هيبقى حلو قوي as a base. في الديودرنت انا عارفه ان ده separate topic، بس حطيت ليدي سبيد ستيك ده اول لاير، وفوقيه حطيت فيتشي رول. اتعلمت الحركه دي من صاحبتي، تحط لايرز فوق بعض. هنحط شوية صغيرين قوي. اوكي and then we're just gonna pat كده. تمام، very 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 lightweight. عايزة اوريكم اقرب شوية. شايفين it's very lightweight، يعني مش هتحسوا ان هو عمل حاجة، بس هيكون عمل حاجة. يعني بصوا هنا عندي pigmentation، بصوا يعني اللي هو عامل البيجمنتيشن ايه كده، شالها سنه. هو ده اللي انا بحبه، وعشان هو هايدريتنج ولايت ويت فبيديكي كده جلو. جربت كونسيلر تارت امبارح، كان اول مره اجيبه. حتى الست وانا بجيبه استغربت، اللي هو طب انت كنت بتسالني انت الشيت بتاعك بتاع الكونسيلر ايه، قلت لها معرفش، فاستغربت اللي هو انت اول مره تجيبي تارت كونسيلر ولا ايه. It's the most famous concealer in the world مثلا، عشان ما عنديش ايد معلش. كده 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 هو تقيل وفول كفرج. هي دي نفس البراش اللي كنا مستخدميها فاونديشنز. اقول لكم اه يا جماعة معلش، سوري سوري، احنا في رحلة. بي فريش بدك نلحق لازم تكرر كلمة لا. بعد كده عشان الكريسز اللي بتبقى تحت العين اللي انا بيبقى عندي منها كتير باي ذا واي، هقوم واخده لسه جايبه الباودر بتاع تايت برضو. واو، ده بالكريم بلاش بتاعي، ده اكتر بلاش بحبه في الدنيا من ماكس فاكتور. بحب الصبح اعمل الحركه دي، احط كده اكن ايه the sun kissed me and said hello. تمام، فبحط الاول كده. تمام، محتاجين اكتر، حط مور 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 كده 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 كده. وبعد كده نقوم رازعين فوقيها برونزرز. بس بقى hey sexy lady got a blue
بالراحة بقى عشان ايه البرونزرز فاهم. شايفين ده سان كيست مان سدالو تمام. بقينا بنحط براونزرز بقى، فممكن ايه نلايت حبة تحت كده بعد هكة وهكة من الحواجب. We need to freeze our eyebrows كده كده. And then after هكة وهكة وهكة مسكارا بس لا فكرة وحشة توجعلي عيني مع الشمس، فهعمل كده ايه حاجة بسيطة بجد. بقعد اعيط اعيط اعيط، الوضع بيبقى مزري. بس I am natural look queen. شفتوا كان هيدريب على الفستان. ايه يا بت المزازة دي؟ القمر ده اكتر برفيوم بيثبت في العالم. YSL intense intensive libre. وشعرنا شعرنا لازم برضو يبقى ريحته نظيفة، فحطيت هير هير برفيوم بتاع هيسو عشان ريحته تبقى كيوت كده وفريش. تعالوا بقى نعمل هير ستايل عشان ده مش منظر. مش مشكلة، تعالوا نعمل تو بوني تيلز مثلا كده وكده. نعمل وان بيت في النص. It's a good option. اول حاجة عشان نعمل شعرنا هحط هير اويل وهحطه فوق وبعد كده انزله لتحت. بنقسم شعرنا من قدام 3 pieces بس مش كله، يعني كده مثلا this part تمام، وبعد كده حتة في النص، حتة في الآخر، ونبدأ بريد عادية ونشد، وبعد كده تقوم واخدين حتة من هنا تمام، تقوم واخدينها مع شعركم، داخلين بريد عادية تاني وتقوموا واخدين حتة تانية من الناحية التانية، وتقوموا داخلين بريد تاني. اوكي وبعد كده حتة كمان من الأول، لازم تلموا شعر الأول اللي قدام، وبعد كده تقوموا داخلين بريد تانية، وبعد كده حتة كمان تمام. اتأكدوا إن انتوا بتاخدوا البريد تبقى متسرحة، يعني ما تاخدوهاش كده مش متسرحة، ده ميك سنس عشان من قدام الشكل ما يبص، وشدوا بس متشدوش قوي عشان تبقى لوس بريد. تقوموا ايه واخدين انذر بارت من الجنب تمام. اوكي بعد كده انذر بارت تاني، واحدة كمان هوبا قربنا ايديكوا احنا طبعا في النص. كملوا ما عندناش تلعب مرقعة. Keep going. 1 2 3 4 حتة كمان يا رب يا مسح. وبس بقى عندنا فرنش بريد، هنسرح اللي قدام، ويعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لو عندك جل بقى هتاخدي سبولي او اللي هي بتاعت الحواجب دي، انا هعملها باويل بس انتي المفروض تعمليها بجل. عامله كده اي حاجه من الحاجات المتطايره دي بقى تاخديها في سكتك. على فكره ما خدناش وقت كتير، يعني هنقوم. ايه رايكم؟ يا رأيكم في الجمال والشياكي؟ واو the coolest Starbucks view. انجي هنا عشان ارفع واحده في قاعده طايره فهي متضايقه شويه. بتامل من الشباك ما شاء الله على جمالي. ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟
la siesta, like a beach place. Notre hall number 7. جل to the rescue. بجد هو من مكتوب عليه من فك الراجل قال لي اللي هو بتاع ستات هو مكتوب عليه من يلا مش مشكله لزقت لي شعري عشان شعري واقف من كل حته هي من وهم اتفرقت في ايه هنروح انا وصاحبتي البلد نفسها نتمشى ندور على المكان ناكل فيه الباقي هيناموا لان هم تعبانين بس انا نايمه كتير قوي صراحه يا جماعه ف عندي طاقه دي الاوتفيت صحيح الشنطه بتاعتي مبلوله عشان ميه زيت الميه برنتي جل بقى شعر وهنا بدأت أدفنتشر اليوم اللي احنا نتمشى من زيتونة بي لشارع الحمراء بالليل لوحدنا كبنات طبعا الأفكار دي دايما بتبقى أفكاري مرحناش. أي حاجة فيها خطر فكرتي ازاي نتمشى للحمراء العلة لو جلافز بنتحرك بيها في المكان دي بقى غفران أغلبية أفكاري اللي فيها خطر غفران كانت بتاج لونج عشان نشوف ونإكسبيرينس حاجات مختلفة الحمد لله ربنا سترها معنا لأن إحنا بنتين ماشيين في الشارع لوحدنا في الضلمة ما نعرفش حد وموبايلي كان بيفصل باي ذا واي يعني الأدفنشر وصلتنا لمزيان وإحنا ماشيين لقينا ناس قاعدة في بلكونة بتاكل سألنا قالوا لنا بتدخلوا من جوه المطعم ومن أحلى المطاعم اللي أنا أكلت فيها في لبنان يا جماعة تحفة لازم تروحوا الفايبز بتاعته جميلة الأكل بتاعه جميل دي روح الأدفنشر بتوصلنا لهنا للمطعم الجميل ده اكتشفناه في الزخانيق الحمراء واحنا بنتمشى من زيتونة لحد هنا كانت ادفنشر لذيذة جدا وهنعيدها تاني كل راجل حلو في هذه الحياة كان موجود في الحفلة دي كمية مزز مش طبيعية بس طبعا أنا عجوزة جدا على الكلام ده فأنا على الساعة 3-4 قلت لهم باي باي يا جماعة تصبحوا على خير أنا رايح أنام من أول ما دخلت وأنا قاعدة كده على الكرسي وبنام على نفسي والناس كلها زي ما انتوا شايفين مهايبرة ومبسوطة وأنا قاعدة متقدرة لأن أنا تعبانة عشان صحية بدري عشان بلف في لبنان الصبح هعمل ايه اصحابي بقى كان بيعمل ده ان الله يا جماعه هو ده اللي بالتيشيرت الابيض اصحابي كان بيعملوا بقى حاجه لطيفه جدا كانوا بيناموا الصبح عشان يسهروا بالليل بس انا مكنتش بعمل كده وكان معكم اليوم الثاني على التوالي من سلسله ناريهان في لبنان وصولاتي ومغامراتي فيها see you in the next video bye